تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما، واللي تميزت أكثر في رمضان طبعا ببرامجها إذاعة نور دبي. إذن قبل ما نبتدي معاكم البرنامج، هذه تحية لفريق العمل عندنا في الإعداد حسني البلاونة، وفي التنسيق إسراء الهاشمي، وأيضا في الإخراج المبدع دائما أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. نبتدي معاكم سؤال مسابقتنا اليوم اللي بتخبركم عنه الدكتورة ندى الملا إن شاء الله، وتخبركم طريقة الاشتراك، وأيضا هذا السؤال مقدم جوائز مقدمة من مستشفى الزهراء بدبي. سؤال حلقتنا دكتورة، أول شيء صبحت الله بالخير. يا صباح الورد، يا صباح الخميس الونيس، آخر يوم في الأسبوع إن شاء الله. متأكدة كم ساعة نايمة؟ ساعتين. ساعتين؟ ليش؟ طيب خلصنا البرنامج لما وصلنا البيت ما بدل الوقت، بس لا إن شاء الله طاقة ونشاط عشان يوم خميس وآخر يوم في الأسبوع. طشرنا الوقت، ها؟ طشرنا الوقت، هي. ايه. نقول لكم السؤال، سؤال اليوم وايد سهل. شو يقول السؤال؟ واليوم محمود قال بنسحب على أربعة ترى. فالسؤال يقول ملائكة الرحمة يطلق على منو؟ على الدكتورات أم على الممرضات أم على المسعفات؟ على 4006 مع أسماءكم الثلاثية، والجوائز عبارة عن 500 درهم كاش لاثنين من الفائزين، واثنين ثانيين راح يفوزون بكوبون باقة فحص VIP لإجراء فحوصات أساسية عشان نشوف صحتكم ونطمن عليكم من مستشفى الزهرة الخاص في دبي. إذن 4 فائزين معانا اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. وبنبتدي بعد معاكم مستمعينا بدراستنا اللي تقول مهارات الجراحة تتحسن مع تقدم الأطباء في العمر. الجراحة قال. الجراحة. إنزين. شو تفاصيل هذه الدراسة؟ ما نعرف أي التفاصيل، لكن بعد ما نأخذ اسم الجناحي. اسمه صبحت الله بالخير. صباح الورد. نور السرور. هلا يا اسمة، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. واليوم الخميس الونيس، نعم، ونختم يعني مبا نختم مشاركاتنا، لكن حب نقول ان ختام مسابقة طبختنا عليك راح تكون يوم الأحد، فنتمنى من الأشخاص اللي ما شاركوا فيها يشاركون. اليوم بنرجع نحط المقادير مرة ثانية، نعم، للي ما انتبهوا للمقادير، ونتمنى منهم يشاركون. غير هذا نتمنى أيضا الجميع يتابع قنوات التواصل الاجتماعي هيئة الصحة، لأن نحن حاليا قاعدين نعرض نبذة عن كل قائد من قادة الهيئة الجدد اللي تم الإعلان عنهم من فترة. نعم. حاطين اسم دكتورة ندى ولا لا؟ الدورة الجاية إن شاء الله. غنية عن التعريف، غنية عن التعريف دكتورة ندى. فأيضا هناك بعض النصائح اللي نحن نتمنى الناس تنتبه لها، إن يا جماعة موضوع السكر ومرضى السكري لازم يفحصون نفسهم أكثر من مرة خلال فترة الصوم، لأن هم معرضين يا إن الارتفاع أو الهبوط. فنتمنى إن يفحصون أكثر من مرة. غالبا المرضى السكري يهملون جانب إن يكون سكرهم أكثر من مرة ويكتفون بمرة، أو في بعض الأحيان ما يسوونها بالمرة. صحيح. غير هذا نحن نبغى نقول لكم رسالتنا الخميسية الإيجابية. إيمانك بقدراتك وثقتك بنفسك أقصر الطرق لتحقيق أهدافك وطموحاتك.
استحلها بالعزيمة وأبدأ الآن. شكرا لك يا أسمة، شكرا جزيلا. شكرا يا أسمة. طيب السؤال، سؤال حلقتنا الإجابات فقط على 4006. نعم. والسؤال يقول: من هن ممرض ملائكة الرحمة أو ما يطلق عليهم ملائكة الرحمة في الكادر الطبي؟ هل هن الطبيبات، المسعفات، الممرضات؟ الاسم ثلاثي. الثلاثي. نعم. مع الإجابة، مو بالجواب رقم واحد أو جواب رقم اثنين، نحن لنا نخربط الخيارات ساعات، نقول هذا أول شيء ولا هذا ثاني شيء. انزين هني لحظة، وأمس شفت إيه، خلاص ما بقرأ هالمسج، ما بقرأ. المهم كانوا يقولون منورين في برنامج عبد الله اسمعي، كان والله برنامج جميل دكتورة، يونس والله. إيه ذكرني تي بالليلام، ربشة 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 غير تي. تعرفين الليلام؟ حرام عليك. إيش قال حرام عليه؟ هو تي أصلا يساوم، ها كم تشتري، كم تبيع، كم ما أدري كذا. بس جميل صراحة. بس نحن جلبناه صحي. غصب نحط قلها رسالة صحية طول البرنامج. زين نرجع لدراستنا. تقول: أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن مهارات الجراحين ربما تتحسن مع تقدمهم في العمر، كما نفت وجود تباين بين ممارسة الرجال والنساء لطب الجراحة. وقال الطبيب يوسوكي تسوتشا من كلية ديفيد جين، أكيد صيني، زين للطلب، طبعا هذه الكلية للطب التابعة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، قال في تقرير نشرته الدورية الطبية البريطانية أن نسبة الوفيات بين المرضى خلال الشهر التالي لإجرائهم عمليات جراحية تتراجع بوتيرة ثابتة كلما زاد عمر الجراح. في هذه الدراسة فحص الباحثون حالات الوفاة خلال 30 يوما بعد الجراحة بين المرضى الذين خضعوا لواحدة من ضمن 20 عملية جراحية كبيرة في الفترة بين 2011 لين 2014، وشارك في الدراسة 892,200 مريض خضعوا لما يقارب على 46,000 عمليات على يد 46,000 جراح. الدراسة كشفت أن نسبة الوفيات بلغت 6.6% عندما كان الجراح أقل من 40 سنة، و 6.5% إذا كان الجراح في العقد الخامس، و 6.4% إذا كان الجراح في العقد السادس، و 6.3% إذا كان الجراح في 60 وفوق يعني. على الأقل. شفت أنت كل عقد يعني تنزل النسبة. تنزل. تسو جاوا قال أن هذا لا يعني أن يسعى المريض وراء الجراحين أكبر سنة وطبيبات تجاوزن 50 من أعمارهم، وأشار إلى أن الدراسة توصي بتكثيف تدريب الأطباء الجراحين الشباب، ربما يساعد على الحد من نسبة الوفيات بعد الجراحات اللي يجرونها. هذه دراسة مثيرة للاهتمام دكتورة. هو شوفوا طبعا، لأن لما تصير أنت للجراحة، الجراحات الأعقد أكثر تعقيدا تعطى الجراحين الأكبر الأقدم، يعني تعطى لهم، لأن تكون مثلا وايد دقيقة أو فيها أنسجة دقيقة، دائما تعطى للأعقد. أنا كنت أتصور أن إيد الجراح يعني ما تكون ثابتة مثل إيد الشاب يعني. لا 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 عادي، يوم يكبر في السن يتنافض وكذا. هو لو وصل هالمرحلة خلاص يشلونه ترى من الجراحة، خلاص ما يسمحوا لأنه يسوي الجراحة. لكن طبعا الخبرة تلعب دور محمود في كل مكان، مو بس في الجراحة، في كل التخصصات، مهما كان عملك دائما الخبرة تلعب دور، تقل أخطائك. يعني أنت الحين 45 سنة في هالمجال يعني مخضرمة. أنا الحين مخضرمة خلاص. أيه. يعني العلاج اللي أكتبه خلاص يعني يقي من 99 إلا الموت، نفس العلاجات اللي أعطيك إياها في يومين تصح ما شاء الله عليك. أيه. شفتوا خذ سكليب من البرنامج؟ لا كله بسبب علاجاتي الحمد لله، فضل الله فضل علاجاتي. أنا ما أخذ سكليب أبدا حتى لو مريضة داهم، احنا يبين في لنا علاجي زين. المهم فالخبرة طبعا تلعب دور، نفس خبرة ما شاء الله محمود في الإعلام، خبرة المتواضعة في الطب، فهي الخبرة دائما، حتى الخبرة في غير مجال مهني، خبرتنا في البيوت، تعرفوا مهاتنا الله يحفظهم، ممكن بعضهم ما يكون متعلمة هذه الخبزة كيف يسوي الخبز، يعني خبرته حتى في تربية العيال وهي تكون مو متعلمة، ما تعرف تقرأ ولا تكتب، ولكن صح. لها نظرة ثاقبة ولها خبرة، نستغرب حتى نقول ماما كيف عرفتي ان شيء بيستوي، تقول لك من خبرتي في الحياة. فطبعا الخبرة هي تحية لأمهاتنا في الخميس الونيس. هذا سؤال الحلقة شيء يقول دكتورة؟ اللي يقول سؤال الخبرة. اللي يقول سؤال صعب، ها يقول من واقع خبرة، شو يقول سؤالنا؟ يقول ملائكة الرحمة
اسم يطلق على منو؟ على الدكتورات، على المسعفات، ولا على الممرضات؟ على 4006 مع اسماكم الثلاثية، وبنسحب 4 اليوم. يعني سؤال وايد سهل، وأربعة بنسحب. اثنين بيفوزون 500 درهم، واثنين بيفوزون بالباقة الفي اي بي المقدمة من مستشفى الزهرة الخاص في دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. طبعا عندنا اليوم سؤال المسابقة، ما نسحب عليه 4 فايزين، اثنين بيفوزون ب 500 درهم كاش، يعني 500 500، واثنين بيفوزون بباقة الفي اي بي للفحوصات الطبية في مستشفى الزهرة. طبعا هذه المسابقة مقدمة من مستشفى الزهرة، يعني اثنين، واحد في اي بي كوبون، واحد في اي بي كوبون. عربي زين ولا ما حد فاهم شو قلت؟ يعني هو ما بتتجاسمون الهدايا، يعني كل واحد بياخذ هديته كامله 500 500 و1000 1000 كوبون، يعني اربع نفر يفوز. اربع نفر يفوز ان شاء الله. انزين انزين، اذكركم بس بسؤال على السريع، ملائكه الرحمه يطلق على منو؟ على الطبيبات، ولا على الممرضات، ولا على المسعفات؟ ما بنحذف اجابه اليوم لان الاسئله السؤال وايد سهل. حذفنا المسعفات. يلا حرام عليك، يطرشون المسعفات. ترى المشكله يطرشون المسعفات. يطرشون المسعفات يعني، فحذفنا المسعفات. يلا عموما، الصيام والصداع، يعني مرض الصيام والصداع يسبب لك يعني ألم في الرأس مو طبيعي، ولكن أيضا عند الأمراض الشائعة اللي تكون مثل أكثر الأمراض، أمراضالأعصاب شيوعا زين، ومرض مزمن. نعم. يعني واحد الحين يوم يقول أنا مصدع شيء، لكن هذا مرض الصرع زين، اللي قد يصاب به الشخص في أي مرحلة عمرية، ممكن أن تستمر مع المريض مدى الحياة. صحيح. نحن اليوم نتوقف مع هذه الفئة من المرضى ومدى تأثير الصيام على حالتهم الصحية، والاحتياجات الواجب اتخاذها لتجنب المضاعفات الصحية خلال شهر رمضان، وشوية بعد يمكن ندخل على موضوع الصداع، بس خلونا نركز على هذا الموضوع. معانا عبر الهاتف دكتور سهيل الركن، استشاري أمراض الأعصاب والدماغ بمستشفى راشد. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير والسرور. كل عام وانت طيب محمود، وانت طيب عساك من السالمين. صايم ولا مثل العام؟ استغفر الله، صايم. في ذمته، بذمة محمود دكتور. لا تعرف ليش دكتور نتكلم؟ مرحبا. هلا فيك دكتور. نتكلم لأن موضوع الصداع ممكن أنه يؤدي بالشخص أنه ممكن يفطر إذا كان مزمن، ولا ممكن يدخل في هذا، فبالك إذا كان المريض عنده صرع. نعم. فهني نبغي نتكلم عن إمكانية الصيام بالنسبة للمرضى اللي يعانون من الصرع. جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، أو شيء مشكورين على الدعوة. بالنسبة لمرض الصرع، هو من الأمراض الشائعة حقيقة، كانت له مفهومات خاطئة في المجتمع في طريقة التعامل مع مرض الصرع. حاليا يعتبر مرض الصرع من الأمراض التي يمكن التحكم بها من خلال أخذ الأدوية. الأدوية المختلفة التي لدينا، من أدوية مرة في اليوم، مرتين في اليوم، أو ثلاث مرات في اليوم. أهم شيء في مرض الصرع هو الانضباط بأخذ الأدوية، والنوم السليم والتغذية السليمة، حيث أن قلة النوم واضطرابات النوم قد تؤدي إلى نوبة صرع. نعم. وحدوث سقوط الإنسان والتشنج أيضا. صحيح. دكتور سهيل، الحين هذا بالنسبة لتأثير ممكن يقول السلبي للصيام، هل في تأثير إيجابي للصيام على مريض الصرع؟ يعني يتحكم في النوبات أكثر، صحته أفضل. جميل. ممكن. جميل جميل جدا. هذا السؤال يا قبل وقته، بس هذا السؤال واضح جدا ان الشخص اللي سأله عارف عن نوع من انواع الصرع. هذا الصرع نسميه احنا الصرع المستجيب للصيام، حيث ان نخلي بعض المرضى ونسبتهم ما تتجاوز 2% من المرضى، نسوي لهم نوع من انواع الدايت او التغذية يسمونه الكيتوجينيك دايت. حصلنا دكتورة أن في خاصة في الأطفال الذين لديهم الصرع اللي هو الصرع المزمن. نعم. أن أكثر من 3 أدوية وما تم التحكم بالصرع عندهم، هؤلاء الأطفال إذا عطيناهم
كيتوجينك دايت او خليناهم يصومون لفتره طويله وجسمهم يبتدي يفرز الكيتون. نعم. توقف عنهم نوبات الصرع. جميل. هذه احدى انواع الحميات الغذائيه اللي ان الانسان يصوم لفتره طويله توقف عن الشحنات هذه بسبب افراز ماده الكيتون او بروتين الكيتون في الجسم. جميل. دكتور سيل، الحين بما ان مريض الصرع ياخذ ادويه، ممكن تكون مرتين في اليوم، ممكن تكون مره في اليوم، فمتى لازم يزور طبيبه قبل شهر الصيام، شهرين ثلاثة شهور، وشو التعديل اللي يطرا على ادويته، في تحاليل معينه تنطلب له عشان يتهيئ لدخول الشهر الفضيل؟ جميل جدا. اول شيء على الاقل قبل بشهر من اللي هو شهر الصيام ان المريض يزور طبيبه يتكلم معه عن كيف يوزع أدوية الصيام. عادة المرضى يأخذون الأدوية مرتين في اليوم إلى ثلاث مرات. فإذا هي مرة واحدة بسيط جدا بعد الإفطار يأخذ الحبة، بس إذا مرتين ننصح المريض أنه يأخذها أول ما يفطر وعلى السحور بعد السحور. على الأقل تكون هذه 10 إلى 9 ساعات الإنسان يكون ما أخذ جرعته من الدواء تغطي له 24 ساعة خاصة في الفترة النهارية. أما إذا كان يأخذها 3 مرات في اليوم فبعض الأطباء يقومون بجعل الدواء مرتين في اليوم ويزيدون الجرعة في كل مرة أن تأخذ محل الجرعة الثالثة. ممتاز. ننصح المرضى طبعا قبل الصيام خاصة الذي لديهم صرع أن عمل بعض التحاليل خاصة تحاليل الأملاح لكبار السن لتجنب نزول الصوديوم وارتفاع البوتاسيوم خلال فترة الصيام. جميل. دكتور سهيل، بالنسبة للحالات اللي أنتوا تقولون المريض الصرع ما يصوم فيها أبدا، هل في حالات معينة ولا بالعادة نقول المريض صوم وإذا طلعت لك أعراض معينة لا اجرح صيامك أو لا تصوم لا تكمل الشهر؟ الصيام ما نعتبره من الأمراض اللي تعيق الصيام حقيقة. الصداع ما مو صداع الصرع ما نعتبره إنه من الأمراض المعيقة للصيام. عادة أغلبية المرضى اللي يراجعونا في العيادة يستطيعون الصيام، ما عندهم مشاكل في الصيام غير عن مرض السكر أو مرض الصداع اللي ممكن إن الصيام يتعب الشخص. أما الصرع يعتبر من الأمراض اللي ممكن الشخص المصاب بها أن يصوم بكل بساطة. نعم جميل. هني دكتور أنا أبغى أتكلم يعني دكتور عن الصداع شوية، لأن يعني الصيام متزامن مع عند بعض الأشخاص مع الصداع دكتور. صحيح. فشو هي الأسباب اللي تؤدي إلى الصداع؟ هل لأنه ما يأكل ولا يشرب خلال الفترة هذه أم هنالك أسباب أخرى، وكيف الواحد ممكن يتفادى الصداع خلال هذا الشهر الفضيل؟ جميل جدا. شكل ما قالت الدكتورة الناس اللي لديهم الصداع المزمن من صداع الشقيقة أو الصداع النصفي أو حتى التنشن هدك ننصحهم بزيارة الطبيب اللي يراجعون على الأقل 2 أسبوع إلى شهر قبل بداية شهر الصيام أو شهر رمضان لطلع على كيفية التعامل بالنسبة لشهر الصيام. من الأمور أستاذ محمود اللي يغفل عنها كثير من الناس خاصة اللي يسهرون لفترات طويلة ولديهم عمل لفترات طويلة أنهم يشربون القهوة بشكل كبير. فييهم رمضان وهم متعودين كل يوم الصباح يأخذ له خلال فترة العمل 2 إلى 4 أكواب من القهوة. 6 فأي 6 زين. فأي الإنسان صباح رمضان ما شيء قهوة صح أو متعود على التدخين في صباح في الصباح فهذا يتعب جدا. ليش يتعب؟ لأن في مادة الكافيين اللي موجودة في القهوة والشاي هذه مسكنة للعلم للعلم. فإذا وقف الإنسان عنها يجيه الريباوند هيدك أو اللي نسميه الصداع الريباوند. شو دكتورة بالعربي؟ ارتجاعي يعني يرجع له. نعم نعم الصداع الارتجاعي. فهذا ننصح الناس أنه قبل شهر رمضان بشهر تقليل الكوفي القهوة من 4-6 مرات مرتين إلى ما قبل رمضان ب3 أيام 4 أيام يكون ما يشرب شيء في الفترة الصباحية. ممتاز. النقطة الثانية الناس اللي لديهم الشقيقة معروفين أن في أول 3-4 أيام من رمضان يتعبون كثير. والسبب في ذلك هو قلة شرب الماء
والصيام. فهؤلاء الناس لازم في ليل نهار ليل رمضان إن يشربون كفايتهم من الماء. في بعض المرضى حقيقة أنا أعطيهم إجازة مرضية مدة يومين ثلاثة لأن يتعبون بشكل كبير جدا. فوجودهم في البيت عدم بذل أي جهد يساعدهم جسميا أن يتعودون على الصيام. الحين أنت فتحت المجال دكتور، قبل رمضان يجونك المرضى يأخذون إجازات. هذه للناس اللي يتعبون حقيقة صح. لأن مؤلم جدا أستاذ محمود أن تكون مصدع وصايم وتعمل في النهار في نهار رمضان. والله دكتور أنا واحد من الناس اللي استمتع في العمل في رمضان، يعني خفيف لطيف والأجواء كلها جميلة. يعني تسأل أميرة تقول الكافيين والصداع في رمضان، شرب القهوة على السحور يخفف الصداع. معروف الكافيين أو القهوة أنها تخفف الصداع، ونستخدمها لمرضى معينين لديهم صداع نعطيهم حبات أو تابلت كافيين 400 ملغرام. النقطة هي مو بأنك بتشربين يا أميرة في على السحور تبين ترقدين. معروف أن القهوة مرة تسبب عطش أن تشرب عقبها ماء خاصة إذا مركزة، فبتتعبين في نهار رمضان. فهذا اللي إحنا ننصحها، تبين تشربين قهوة تشربيها بعد الفطور بعد التراويح ممكن أن إذا أنت متعودة عليها وتبين تشربينها، بس على السحور ما أفضلها. ممتاز دكتور، شو النصيحة اللي تبغي توجهها في ختام هذا اللقاء للجمهور؟ جميع المرضى لديهم أمراض عامة، سكر، ضغط، لديهم صرع أو صداع أو أمراض ثانية عضوية، أن يراجعون أطباءهم على الأقل شهر من قبل شهر رمضان للاطلاع إذا في نصائح معينة، عمل بعض التحاليل خاصة لكبار السن أعمارهم فوق 60 سنة أو للأطفال اللي أعمارهم تحت 13 سنة يأخذون أدوية بشكل مستمر أن يراجعون أطباءهم في هذا الوقت. رقم اثنين لمرضى الأعصاب أو الصرع والصداع، زيادة السوائل خلال الفترة المسائية من رمضان هذه بتساعدهم على تجنب مشاكل الأعصاب خلال نهار رمضان. جميل، نحن شاكرين لك دكتور وقتك الثمين دكتور سهيل الركن استشاري أمراض الأعصاب والدماغ والمستشفى راشد، ونتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يعني يكون صيامكم خالي من أي صداع وأي منغصات يا رب. إن شاء الله. آمين. مشكورين. شكرا دكتور. إذن سؤال حلقتنا دكتورة قبل أن نطلع فاصل على السريع، على من يطلق اسم ملائكة الرحمة؟ على الطبيبات لقب ملائكة الرحمة، الطبيبات أم الممرضات؟ على 4006 مع اسماكم الثلاثية ونسحب على 4 فائزين. أحذف إجابة بعد ولا؟ لا بعدهم يغلطون دكتور. خلينا نوزع الهدايا من الحين ما دام. زين عموما على 4006 فقط اللي بيشاركنا على الرسائل النصية. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. اليوم عندنا سؤال المسابقة اللي منسحة فيه على 4 فائزين معنا في البرنامج، 10 دقائق بالضبط ومنوقف استقبال الإجابات على الرسائل النصية على 4006. سؤال حلقتنا اليوم شو يقول دكتورة؟ يقول ملائكة الرحمة لقب يطلق على منو؟ هل على الطبيبات أم على الممرضات؟ على 4006 مع اسماءكم الثلاثية. انزين الأربع فائزين اثنين بيفوزون ب 500 درهم كاش مقدمة من مستشفى الزهرة الدولي، وأيضا اثنين عندنا بيفوزون كذلك بباقات الفي اي بي للفحوصات الطبية، وهي باقات مميزة في مستشفى الزهرة بدبي. إذن وصلنا إلى فقرة التغذية، الفقرة التغذوية عندنا اليومية اللي هي من خلال يعني أخصائي التغذية في إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. اليوم ضيفتنا نجلة درويش أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، ما نتكلم عن الصوم الصحي لكبار السن، وكبار السن يتعرضون أحيانا لمتاعب صحية أثناء فترة الصيام.
للعديد من العوامل. صحيح. يعني متعلقة بظروفهم الصحية وعدم تناولهم للوجبة الصحية المتزنة المتكاملة أثناء الفطور والسحور. والله يعين أنك أنت كيف تقدر تقنعه أنه ما يصوم. لا ما بأنه ما يصوم، أنه يأكل الأكل السليم. أحيانا محمود في بعضهم والله مفروض ما يصومون، وإحنا نقولهم وعيالهم يقنعونهم بس ما يقتنعون، يقول لا صيام أجر. هو الواحد يصوم يعني، أنا في كل الأحوال يعني مع الشخص اللي يعني يجاهد نفسه إن يصوم. ولكن دكتورة الفكرة وين؟ الفكرة إن اللهم صل على محمد، صوم مو مشكلة، بس خذ الأكل السليم. ولا شو رأيك نجلة؟ طبعا مهم جدا نهتم بكبار السن ما يخلوا بيت، يعني وهم البركة الصراحة. صحيح. يعني هم مثل ما قلتي دكتورة، هم أصلا يرفض يعني يرفضون أن يمتنعون عن الصوم بالحالات اللي ممكن يتعبون فيها. صحيح. ونحن دائما نقولهم تحت استشارة الأطباء. يعني إذا هم منعوكم من الصوم يعني مفروض تقيدون باستشارة الطبيب. صحيح. في النهاية، لكن إذا يعني في بعضهم يعني بإمكانه يصوم والصوم صحي له، ممكن يصوم. ما يتقيدون بالأدوية مالت الطبيب. أكيد. لا في بعضهم محمود يلغون الأدوية في رمضان، يقول ترى الصوم يضبط كل أجهزة الجسم. معناته السكر والضغط. بالضبط يلغون، هذا أخطاء شائع، يعني يلغون الأدوية. وفي بعضهم يصرون على الصيام مع أنه عنده مشاكل أحيانا تكون في الكلى. وحتى مشكلة كبار السن الله يحفظهم يكون أكلهم محمود قليل، يعني يا دوب يأكل يقمة يقمتين قالك أنا خلاص شبعت. ما شو يأكل؟ يقمة أو يقمتين. اوكي يقمة. شو الكلمة صح؟ انا احيد اللقمة. صدق؟ اي ما يقمة هذه مالي معجب مالي شوية تعبان اليوم من الصيام. زي قولي لي اختي نجلة، الحين الصوم الصحي لكبار السن كيف يكون؟ هم من المشاكل اللي تعرضون لها بغض النظر عن الأدوية والأمراض المزمنة اللي يكونون فيها، ممكن يكون عندهم أنهم يخسرون العضلات، يعني لأن ليش كمصدر الطاقة. صحيح. تكسر عندهم العضلات ويفقدونها، وهذا اللي نلاحظه حتى من خلال لما نوزنهم، لما نشوف يعني نحن نأكل بس يعني ما يركزون وايد على الأكل السليم على الطبق الصحي. بالضبط. أكلهم يكون ضعيف، فلازم نحن نراقب أكلهم حتى على الفطور. بالضبط. بحيث أن نحن نوفي احتياجاتهم كلها. طبعا متمسكين شوية بالأكلات، يعني ونحن ما نستغنى عنها، الهريس الثريد الأكلات الثانية، بس لازم تكون يعني وجبة يعني محتوية من النشويات من البروتينات، ولهم يأخذون مصدر كافي من البروتينات. كذلك يحصل عندهم جفاف دكتورة بفترة الصيام. هم ما يستوعبون كمية الماء اللي ممكن يشربونها من يفطرون لين وقت السحور، فنحن لازم ننبههم نعطيهم على شكل سوائل، يعني مثلا يشربون ماء على دفعات، يشربون الشوربة تكون شوربة خضار مفيدة لهم، نبعدهم شوية عن الصوديوم عن السكريات بشكل عام، لأن هالشيء بعد ممكن يضرهم. طبعا عندهم قابلية أن يصل لهم هبوط صداع إرهاق في رمضان. فعشان شيء لازم نحن نحافظ، إذا هم ما اتبعوا نظام غذائي سليم هالشيء بيضرهم. بالضبط صحيح. ومثل ما ذكرتي نجلة أن الجفاف واحدة من أكثر الأشياء احنا نشوفها في العيادات. المشكلة الكبيرة السن ما ينتبه أن هذه أعراض للجفاف، يكون يحس عمره أنه تعبان، يحس أنه ما في طاقة، يقولك لا والله من تأثير الصيام عادي. بس احنا دائما نشدد على الأهل إذا شفتوا كبير السن دايخ مو مركز، تعبان زيادة عن اللزوم، مو قادر مثلا يتكلم، مو قادر يتحرك، احتمال يكون عنده حالة جفاف، ولازم يتوجه للعيادة عشان نعطيه عن الإماهة يسمونها، أو عن طريق الوريد نعطيه المغذي عشان يرجع مستوى الدم أو محلول السوائل في جسمه وضع الطبيعي. ليش نخاف إحنا من الجفاف؟ إذا استوى جفاف معناه إن كمية السوائل عنده في الجسم قلت، معناه الضغط عنده بينخفض، فما يوصل الدم للمناطق الأساسية للعقل وللقلب. فلازم تدون على طول إلى العيادة، حتى لو قال أنا بخير بس تشوفونه مو الدوخة أو قلة التركيز، إنه هو يخربط في الكلام، مو مركز، مثلا مو مركز أي يوم، مو مركز شو استوى اليوم، مو مركز بالوقت، دليل احتمال على الجفاف، لازم يروح على طول العيادة. دور التغذية جدا مهم، يعني حتى هم يرقدون وخلاص ما ينشون إلا يعني حزة صلاة الفجر. صحيح. المفروض أن ينشون حتى يعني تسحرون. وفي بعضهم عندهم قناعة أن لا بنس قولي لها هذه ما ترش حق السحور دكتورة ندى. هي طبع هذا لا مهم، مهم السحور، مهم السحور والله. وكبار السن بالذات لازم توعونهم، يعني تتومون وراهم لا قوموا وتسحروا. يعني تقولي رد حزة السحور فوق أن انت ما تنشين، انت بعد كبيرة في السن، يعني انت لازم تنشين أكثر. لا لا وعوني تقولي تليفون عشان نحن تركيزنا على كبار السن بغض النظر عن العامي، بس لازم نحرص أنك تكون وجبتهم يعني فيها مصدر بروتين
ضروري ياخذون على الاقل بيضه مسلوقه 3 مرات في الاسبوع. بالضبط. ضروري نحط لهم الزبادي عشان المعده تصير عندهم اضطرابات في المعده. صحيح. نعطيهم فاكهه ونختار حتى الفواكه اللي فيها نسبه ماي سوائل لهم يعني. صحيح. والمهم مع كبار السن نركز على جوده يعني الكالوريز او السعرات الحراريه في الاكل، مو بس الاكل مثلا كبير السن العاده بس ابى عيش ابيض مثلا لان رمضان واكل خفيف، العيش ابيض فقير بالسعرات الحراريه، يقولك ما بلحم ما بودام ليش لان رمضان وحار مثل ايام اول. أكيد. إنه بس عيش ابيض وروب مثلا او عيش ابيض هالاعتقادات الخاطئه. المفروض يحتاجون بروتين، مصدر بروتين عشان يعوضون النقص اللي صار لهم طول النهار. بالضبط. خصوصا بعد في رمضان يقولك يمتنعون عن السمك، ليش؟ والله السمك ما حد ياكل سمك في رمضان، يقللون الدياي يقللون اللحوم، فيستوي مصدر البروتين عندهم فقير وحتى السعرات الحراريه فقيره. فنركز ما نقول والله هو ياكل، نركز هو شو ياكل، كم سعره حراريه هو قاعد يستهلكها، فمهم. طبعا احنا ممكن اضافات نضيفها على الاكل، نضيف لنا مثلا بذر الكتان المطحونه مثلا على سبيل المثال، نعوضهم بالعناصر الغذائيه، لازم تكون خضروات يعني هي الغنيه بفيتامينات ب. نحاول نعطيهم العصائر اللي تناسبهم يعني الراعي كذلك حتى يعني المضغ عندهم بحيث انهم مثلا ما يقدرون يمضغون الطعام بشكل زين يعني. نحاول ان نقيم الطعام، نسوي لهم اياه لين مطبوخ. صحيح. بطريقه جيده مهروس. صحيح. ونتاكد من احتواء على جميع العناصر الغذائيه. صحيح. وغير هذا معظمهم انه ممكن يعني ينسون خلاص من يفطرون ما ياكلون شيء لين ما يتسحرون. صحيح. هاي بعد من ضمن الاعتقادات الخاطئه اللي ممكن يعني يلهون على مجرد ما يصلون وخلاص. صحيح. بس بعد صلاه التراويح بعد لازم ياخذون لهم وجبات تكون خفيفه يعني. خفيفه ممكن يعني تناسبهم، حبة فاكهة على مثلا زبادي على يعني نقول احنا السناكس اللي هي الوجبات الخفيفة الصحية اللي ممكن يعني تفي باحتياجاتهم الغذائية بالعناصر الغذائية. اذا هم اتبعوا هالنظام مستحيل يتعبون. بالضبط. واتوقع بعد هدور الاهل اختي نجلة انه بعد الفطور لازم ننتبه انه في كبير سن ما نحط بس فالتنا العادية حلاوة ولقيمات وبس فاكهة، ننتبه انه في كبير سن نعطيه نذكره احنا عقب ساعتين عقب 3 ساعات نجيب له شيء وجبة بسيطة، ممكن يكون سندويتش، ممكن تكون فطار، عشان يبدأ يوزع وجبته خلال يوم. هو اللي يضايقهم طبعا من يفطرون ما يحبون حس التخمة هذا اللي ييهم على الفطور، فيكون أكلهم خفيف، فنحرص أنه كل 2-3 ساعات نقدم له شيء خفيف بالفعل. عشان بالفعل. يكمل أخذ السعرات الحرارية مالته. بعض من اليقمات يعني هو لأن المعدة خلاص عندهم ما تتحمل يعني مثل ما قالت الدكتور يعني وجبات دسمة المفروض نعطيهم على فترات. طيب أنا سامحيني أختي نجلة لأن بوقف استقبال رسائل النصية على السؤال، سامحوني يعني حتى اللي كان على الانستغرام كان يسأل عن الإجابات تكون عبر الرسائل النصية، ولكن إلي ما يختاروا لنا أسماء الفائزين حوقفنا استقبال الإجابات، إلي ما نختار أسماء الفائزين نرجع إلى الأطعمة اللي يجب أن يتناولونها كبار السن وكيف ممكن أنهم يخرجون بصوم آمن وسليم وما يأثر على صحتهم. فشو الأكل لازم نقولهم؟ أنا ما أحب أقول نتجنبها عشان ما يحس كبير السن إحنا حارمينه، لازم يقلل منها. أكيد. شو لازم يقلل من أي أكلات؟ نحن الراعي الأشياء التمر اللقيمات. هم يحبون التمر بشكل كبير والتمر له فوائد، لكن احنا نقول لهم على القياس الكميات اللي هم يعني ممكن ياكلونها. صحيح. ما بنا يهملون الفواكه الثانيه ويركزون بس على التمر. يعني بعضهم ممكن ياكلون 5-7 حبات تمر في اليوم. المفروض انهم يركزون حتى على فواكه اخرى بحيث انهم يفون احتياجاتهم من البوتاسيوم من العناصر الغذائيه القيمه الغذائيه الموجوده حتى في الفواكه. بالضبط. وطبعا الخضروات بعد لها دور وايد كبير على مائده الفطور، دائما احنا نركز على هالشيء لان كبير السن بالعاده يعاني من الامساك والامساك يزيد عنده في رمضان بسبب الجفاف، فحرصوا يكون في صحن سلطه تحطون فيه خس تحطون فيه خيار زي الزيتون للالياف. بالضبط. صحيح. سواء كانت مسلوقه سواء كانت خضروات طازجه او حتى نضيفها على الشوربه. بالضبط. قدر الامكان يعني لازم نعطيهم كميه الياف زينه من الخضروات ياخذونها. وفي ناس عندهم فكره خاطئه ان الهريس غني بالالياف، الهريس فقير لان احنا نطبخ. صحيح. الهريس وايد الالياف وهو مقشر فالالياف تروح ما يتم منه الياف يعني، لكن احنا نقدر نطفي عليه القيمه الغذائيه ان احنا يعني نشوف مصدر البروتين يعني نكثر في الدياي اللحم بس ما نضيف عليه السمن. السمن بكميه كبيره. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا اسوق السياره كل اسبوع اكثر من 100 كيلو متر من ابو ظبي لين الشارجه ودائما اغفي وكم مره كنت بسوي حادث، في هالحاله افطر خوي؟ هم برنامج ديني ما لا 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 انا بقول انا لانك تعيش هذه الفتره كنت اسير في رمضان
اروح وارجع ما بين ابو ظبي ودبي. اخوي وقف السياره على برد. ارقد ونش قبل الفطور بنص ساعه انزين وانت راد طبعا لا بتغذي وانت راد انت مروح اكيد نايم صح 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 وانت راد قبل الفطور بنص ساعه كمل طريقك زين. وممكن محمود ما يحصل على قسط كافي من النوم خلال الليل اذا ما شبعت رقاد في الليل طبيعي في النهار ويجيك نوم. لا لان يعني في كل الاحوال احيانا يعني الروحة والرد لا ما مو بهي الاوليه دكتور ان هذا صح انه اللي يسوي على الواحد هي عمليه الزحمه هي. بس هذه الزحمه اللي تسوي ان الواحد يتم ما ادري كيف. فانت شو تسوي بارك الله فيك وقف على برد وخذ لك غفوه خذ لك كذا وبعدين كمل. انا والله شي كنت اسوي بس ما بلين قبل الفطور طبعا لا بس انه ساعات اني غفي كذا فاوقف اخذ لي بس مال 10 دقائق ربع ساعه غفوه كذا وانا شو اكمل. ف يعني الحفاظ على ارواحكم ارواح الاخرين طبعا بس انتبه انتبه. وشو اقول لك بعد؟ اقول قدم استغاثتك من ابو ظبي ما اقدر اقول لك لا لا بنفتي لا في الدين ولا في الحياة نقول لك نصيحة عامة. إنزين عموما نحن أختي نجلة شاكرين لك تواجدت معنا وشكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة. دكتورة نجلة درويش أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي شكرا جزيلا لك. جزاكم الله خير واجبنا وشاكرا لكم على الاستضافة. شكرا جزيلا لك. لطيفة محمد الزعابي أول الفائزات معنا ب 500 درهم لسؤال حلقتنا المقدم من مستشفى الزهرة واللي كان يقول من هن الفئة التي يطلق عليهن لقب ملائكة الرحمة؟ منو؟ الممرضات طبعا. زين اسمك خمسة لان للحين قاعد يقولون طبيبات لا احنا مو ملائكة الرحمة. زين عموما لطيفة محمد الزعابي اول فايزة معانا ب 500 درهم. الفايز الثاني معانا بباقة الفي اي بي المقدمة من مستشفى الزهرة عامر عبد الوهاب القحطاني. الفايزة الثالثة ب 500 درهم ميرا بشير البلوشي 500 درهم. والفايزة الرابعة بباقة الفي اي بي حمدة عبد الله العليلي. العليلي ألف مبروك تستاهلون يوم الخميس وفزتوا أربع فائزين إن شاء الله بيتواصلون معاكم بعد البرنامج بإذن الله أو مطلع الأسبوع القادم لأن هم الجماعة في مستشفى الزهرة بدبي هم اللي يتواصلون مع الفائزين لتسليمهم الجوائز والكوبونات المخصصة بباقات الفي آي بي. وصلنا لختام حلقتنا اليوم كل الشكر لفريق العمل كان معنا في الإعداد حسني بلاونة في التنسيق إسراء الهاشمي في الإخراج أيمن سرحيل وفي التقديم شاركتني تقديم دكتور ندى الملا وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.